الله لا يضيق عليك الحياة كرها، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يربيك وأن يربيني وأن يروضنا في الحياة. الآن الوالد هل يضرب ابنه كرها أم حبا؟ يضربه حبا. والمدرس الوالد الوالدة لا تضرب ابنها إلا حبا. الله جل في علاه وله المثل الأعلى، لا يضيق علينا الحياة إلا حبا، حتى الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يتركك في الحياة، يتركك يراك تذهب إلى فلان، تطرق باب فلان، تبكي على باب فلان، تشكو إلى فلان، يتركك ثم تعود إلى الله. كل الأبواب ستغلق حتى يعلمك الله سبحانه وتعالى أنه تركك وحدك ليكفلك وحدك.